هذا وقد أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، أكد تحقيق نجاح باهر بمعرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الثالثة للعام 2014. وأكد سموه في مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثالث والأخير من المعرض، أكد بلوغ إجمالي قيمة صفقات الأعمال المبرمة هذه السنة 3 مليارات دولار، إلى جانب ارتفاع حجم المشاركة وتضاعف المبيعات 3 مرات عن المعرض السابق. وأكد سموه فخر البحرين بهذا الإنجاز الذي يرقى لمستوى عالمي راق، معربا عن الأمل في أن يحقق المعرض القادم 2016 بإذن الله نجاحات أكبر وأفضل باستقطاب المزيد من كبرى الشركات العالمية. وأوضح سموه أن قطاع الطيران والملاحة الجوية في المنطقة يشهد نموا قويا الذي يصل حجم الاستثمار فيه حاليا إلى 1,500,000,000,000 دولار، ومن المتوقع استثمار مبالغ ضخمة بهذا القطاع خلال السنوات 5 أو 6 القادمة. الحمد لله، المعرض الثالث اللي هو المعرض الدولي للطيران في البحرين، يعني من أكبر المعارض اللي عندنا ومن أنجحها، وهذه بمستوى المشاركين ومستوى المنظمين، وإن شاء الله في 2016 نتمنى بعد أن المعرض يكون أكبر وأنجح إن شاء الله. أول معرض سويناه في 2010 كانت الاتفاقيات على مبلغ تقريبا 1,000,000,000 دولار، اليوم نقدر نقول تقريبا 3 مليار، فيعني نجاح ما شاء الله الحمد لله، وإن شاء الله بيكبر وبي يعني بيكون أنجح في المستقبل.